تيتي خير؟ ليش هيك قاعدة لحالك وعم تبكي؟ تيتي هي أول مرة بحياتي بشوفك من ضايقة هيك؟ يعني أنا كيف رح أقدر أكون مبسوطة وانتي شايفة كيف هالأوضاع بهالبيت؟ قبل كنت على طول رافع راسي بجاي، بس كل هذا روحوا بالشي اللي عم بيعمله. أنا عم بينحرق قلبي من جوا لما بشوفه عم بيعاملك بهالطريقة البشعة. جاي وهلي بضل طول الوقت عم بيهينك. ليش انكتب علي يشوف هالشي بآخر عمري؟ تيتي لا تعملي بحالك كل هالشي. أحياناً الواحد ما بيكون حاسس على اللي عم يعمله أبداً. أنا بعرف شو عم ساوي ومرتاحة كتير باللي عم يصير. الإنسان بيرتاح لما بيكون واقف مع الحق. رح نشوف لأيمتى رح تضل هالقصة غلط عن جوال. يا بنتي خلص تيتي، أنتي لا تبكي، أنتي الوحيدة بهالبيت اللي بتقويني وبتخليني أعرف الشي الصح. وإذا بقيتي عم تبكي هيك فأنا ما بوعدك إني رح ضل معك دائما يا بنتي، ما رح اتخلى عنك ابدا. انت صرتي وحده من هالعيله وانا اكثر وحده بهالبيت بعرف شو انت. انا ما بدي اياكي تنقهري او تكرهي جاي من الشي اللي عم بيعمله.